işlek birden ibaret olup eller serbest olarak bulunmaktadır. Allah kabul etsin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنى الموت إن كنتم صادقين. روي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هذه